بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم قبس من أدب. في هذا البرنامج أعزائي المشاهدين، نحاول أن نتعرف قليلا على بعض السمات الأسلوبية وبعض السمات التاريخية لكل عصر من العصور، ومن خلال الشعراء وقصائدهم التي تعد وثائق تاريخية تكشف لنا بعضا من ملامح ذلك العصر، نتعرف على هذه الأزمنة عن قرب. فنحن لا نريد أن نقدم دروسا في التاريخ، وإنما نريد أن نقتبس من آداب هذه العصور ومن شعرائها أجمل ما جادت به قرائحهم. ولكننا عندما نتحدث عن بعض العصور، فإن لكل عصر عدة مدارس كانت تنشأ فيه، وهكذا ما سوف نتناقش فيه في حلقتنا هنا عندما نتحدث عن العصر الأموي. فالشعر في العصر الأموي كان كغيره من الفنون والآداب التي قد تختلف وجهات النظر فيه بين فريق وآخر. ونحن إذا أردنا الحديث عن العصر الأموي، فنعرف ما كان في العصر الأموي من تزاحم ومن لنقل دول متشابكة أو جماعات، لكل جماعة منها إيديولوجيا وفكر، ولكل شاعر أو لكل فريق شاعره الذي يتكلم باسمه ويصرح في فكرته ويسوق لها ويروجها. فنحن عندما نتكلم عن عصر بني أمية، فإذا نتكلم عن شعراء بني أمية أو شعراء القصر أو شعراء الخلافة الأموية، وهؤلاء يمثلون حزبا كان موجودا في تلك الفترة. ونتكلم أيضا عن شعراء المعسكر الآخر وشعراء الخوارج وشعراء الزبيريين وكل هذه الدول لنقل المتضاربة، كان لها شعراء وكان لها أيضا إرث أدبي وفكري حقيق بأن ينظر إليه بعين الفاحص والمتذوق والباحث عن الأدب والمتعة والفكر والفائدة أيضا. لذلك فحلقتنا في هذا اليوم سوف تتكلم عن أحد أهم الشعراء على الإطلاق في ذلك العصر. من هو شاعرنا الذي سوف نتحدث عنه، وما هي قصائده الجميلة أو بعضا منها؟ هذا ما سوف نعرفه بإذن الله بعد هذا الفاصل، فانتظرونا. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم مجددا في هذه الحلقة من برنامجكم قبس من أدب. تكلمنا قبل الفاصل عن بعض الخصوصية للعصر الأموي، وقلنا إن الشعراء فيه كانوا منقسمين بين المعسكرات التي كانت تتحارب فيما بينها على حسب أفكارها وحسب قناعاتها. وأما شاعرنا لهذه الحلقة فهو شاعر الهاشميين من أهل الكوفة، وهو الكميت ابن زيد الأسدي. والكميت ابن زيد الأسدي أحد أهم الشعراء على الإطلاق لكثرة ما أثير حول شعره، وأيضا طبعا خصوصية القصائد في مديح آل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وهذه الإيديولوجيا التي جسدها في شعره وناصرها وتكلم فيها في كل مجال. وأيضا يعرف الكميت بلغته الرصينة طبعا كعادة شعراء العصر الأموي، ولكنه كان
كثير الاتكاء على الاقتباسات من القرآن الكريم وعلى الأحداث التاريخية، ويحاول أن يجسد بعض الوقعات كوقعة عام الفيل وعام الحزن وغير ذلك. وللكميت قصائد طوال جدا، بعضها يتجاوز 200 بيت، 280 و170، وله مطولات عدة، وله العديد من القصائد الجميلة، أغلبها كان في مديح آل البيت. وكان أيضا يعني الشاعر الأكثر صيتا بين الشعراء. ومن أجمل قصائد الكميت ابن زيد اخترنا لكم هذه القصيدة: طربت وهل بك من مطربي، ولم تتصابى ولم تلعبي، صبابة شوق تهيج الحليم، لا عار فيها على الأشيب، وما أنت إلا رسوم الديار، ولو كن كالخلال المذهب، ولا ظعن الحي إذ أدلجت بواكر كالإجل والربرب، ولست تصب إلى الظاعنين إذا ما خليلك لم يصبب، فدع ذكر من لست من شأنه، ولا هو من شأنك المنصب، وهات الثناء لأهل الثناء بأصوب قولك فالأصوب، بني هاشم فهم الأكرمون، بني الباذخ الأفضل الأطيب، وإياهم فاتخذ أولياء أمن دون ذي النسب الأقرب، وفي حبهم فاتهم عاذلا نهاك وفي حبلهم فاحطبي، أرى لهم الفضل والسابقات، ولم أتمن ولم أحسبي، مساميح بيض كرام الجدود، مراجيح في الرهج الأصهبي، إذا ضم في الروع يوم الهياج أخر وأقدم إلى أرحبي، مطاعي حين تروح الشمال بشفان قطقطها الأشهبي، مطاعيم حين تروح الشمال بشفان قطقطها الأشهبي، مقاري للضيف تحت الظلام، مواري للقادح المثقب، أجل وأصدر عن غيرهم بري المحلأ والموئب، أناس إذا وردت بحرهم صواد الغرائب لم تضرب، وليس التفحش من شأنهم ولا طيرة الغضب المغضب، ولا الطعن في أعين المقبلين ولا في قفا المدبر المذنب، نجوم الأمور إذا ادلمست بظلماء ديجورها الأشهب، وأهل القديم وأهل الحديث إذا نفضت حبوة المحتبي، إلى آخر هذه القصيدة الطويلة. وكنا قد اخترنا مقتطفات منها، وهي أطول من هذا بكثير. والكميت ابن زيد الأسدي أحد أهم شعراء آل البيت على الإطلاق، إن لم يكن أهمهم. وعند هذه النقطة أعزائي المشاهدين نختم هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم بإذن الله، فانتظرونا في حلقات قادمة، والسلام ختام.